non si vede. هو فورشنتلي الحاله بتاعت الديستال راديوس هنا ما كانش فيها كي 1 شكرا دكتور محمود. بشكر طبعا استاذنا الاستاذ دكتور سامح جازي والدكتور محمد الشافعي على دعوتنا للكورس النهارده. والحقيقه مش عارف معظم الناس دول صحيح ايه نصحيهم ان شاء الله هنتكلم عن الفايزيال اريست. هو هنحاول ان شاء الله النهارده. المفروض كان الدكتور هاني موافق هيتكلم عن الديفورمتي، فكنت عامل حساب ان الدكتور هاني موافق هيتكلم عن الديفورمتي، والدكتور محمد القرش هيتكلم على البار ريسكشن. دكتور محمد القرش برده مش موجود، فلا ما انا مش عارف. هنحاول نعمل برده اوفر فيو بتاع ما اختصرت المحاضره بناء على كده. طيب المهم الفايزيال اريست. الفايزيال اريست ممكن تحصل طبعا، كلنا عارفين وكل اللي في دماغنا ان عشان يحصل جروس اريست بيحصل ات ذا انجري، يعني ات اوكيرز ات ذا تايم اوف ذا انجري. الحقيقه ذا تايم اوف ذا انجري ده نص الكوبايه، يعني كل اللي بنشوفه ذا تايم اوف ذا انجري نص الكوبايه، لكن كتير قوي بنشوفه ممكن يحصل مننا احنا during production during internal fixation زي ما الدكتور محمود كان بيتكلم على الكواير، وهنجيب سيرتها واحنا بنتكلم عنها. طيب at the time of the injury الفايزيال انجري برضه في دماغنا ان هو تروما بس، لا الفايزيال انجري تروما ده جزء كبير، لكن في other فايزيال انجري ده infection tumor vascular repetitive stress irradiation، كل دول ممكن يؤدوا الى فايزيال انجري وممكن يعملوا فايزيال جروس اريست زي ما هنتكلم. الجروس بليت انجريز دكتور شريف اتكلم عليه بالتفصيل. الكلاسيفيكيشن طيب دول الايه سولتر اند هارس كلاسيفيكيشن، انه واحده من دول او انه تايبس من دول ممكن يعملوا جروس ارنس؟ اخر واحد 3 و4، 3 اللي هو ايه في انجري، والانجري باثينج ثرو ذا فايسز، يعني ده الكراك في الفايسز وبعدين عدى للايبيفسس. هو مشكلته لما يعدي في الايبيفسس الفراكشر هيحصل انجري فين؟ بالظبط الله ينور عليك، هيحصل في الجيرمنال لاير، لان الفايزيال سيبريشن بيحصل عند انه لاير بروليفيك الهايبرتروفيك، مش البروليفيك الهايبرتروفيك لاير بتاع الكوندروسايتس مش هي الجروينج، مش هي المسؤول عن الجروس. فلو حصل سيبريشن زي في تايب 1 كده الجيرمنال لاير هتبقى فين؟ هتبقى مع مع الايبيفسس، هتروح مع الايبيفسس، واللاير اللي تحت هتروح مع الميتافيسس. يبقى ده اقل واحد ممكن يحصل فيه انجري لللاير المسؤول عن الجروس هو تايب 1، لان الجيرمنال لاير كلها سليمه. اي انجري يعدي ثرو الجيرمنال لاير اللي هي فيها البروليفراتيف سيلز يبقى الريسك اوف فايزيال اريست اعلى، وهم تايب 3 وتايب 4.
الفرق بين تايب 3 و 4 ان تايب 4 معاه حته ميتافيزيه. طب والتايب ده ايه؟ ده كراشي. يعني في الحقيقه ده بيعمل بتلاقي الاكس راي نورمال وتلاقي فيه سيفير بين اللي هن اوقات كتير كنا بنسميه زمان ايه؟ كنا بنسميه ايه؟ سترينينج ايبيفيسز. يقول لك ده ما عندوش حاجه عنده سترينينج ايبيفيسز وتلاقي فيه بين وتجبسه. تيجي بقى في الفول اب بعد كده تلاقي حصل جروس ارست. ده اوقات كتير بيبقى كراشي. والحقيقه هو ده اعلى تايب بيبقى معاه في زي فايزال ارست. ده نمره واحد. يا ليه تايب 3 4 يا ليه تايب 3. تمام؟ يبقى زي ما قلنا ان الفكره كلها الانجري حصل فين؟ ده تايب 3 الانجري حتى حصل ثرو ذا فايس او ثرو ذا ايبيفيس. ده تايب 4 وده تايب 5 خلاص. طيب يبقى ده اول حاجه اللي هي ديورينج ذا انجري. نمره 2 بقى ديورينج ذا ريدكشن. يعني ممكن يكون ما حصلش فايزيال انجري او انجري للسيلز لكن ممكن يحصل ديورينج ذا ريدكشن. وبالتالي فاحنا عندنا اهم حاجه مع الريدكشن نمره 1 جنتل مانيبيوليشن جنتل ريدكشن. And never do repeated forceful reduction. يعني هي مره مش ريديوسد تعمل الثانيه الثالثه الرابعه. الريبيتد تروما دي بتعمل انجري للفايس. وتريديوس as soon as possible زي ما قال دكتور شريف. لو جالك هو نجلكتد بعد اسبوعين تعمل ريدكشن ولا لا؟ تعمل ولا لا؟ اكاديميك يعني لا على انه على اللي هو على الديستال اند ريديوس. لان الديستال اند ريديوس ده زي ما قلنا برضو دكتور محمود الريمودلنج فيه عالي جدا. يعني بتشوف حاجات اوف اند ويجي بعد كده الريمودلنج كان ما فيهوش حاجه. لكن هو لو تايب 3 او تايب 4 ديستال فيبر وجاي بعد اسبوعين تعمل له ولا ما تعملوش؟ هتعمل له. ان ده حتى ده انتر ارتكيولار فراكشن. واخد بالك؟ فهي فيها ديبيت. هي الحقيقه فيها ديبيت. في بيقول لك بعد اسبوعين فعلا ما تعملش لان ممكن يحصل انجري. وفي ناس بتقول لك لا حسب المكان حسب الانجري فين حسب التايب اوف ذا فايزال انجري يبقى الموضوع فيه ديبيت كتير. لكن اهم حاجه انا لما اعمل ريدكشن ابقى جنتل ما اعملش ريبيتد مانيبيوليشن وان انا كل ما يجي لي اسون اسبوس. الحاجه الثانيه مع الانترنال فيكسيشن. دكتور محمود كان بيتكلم على الكيرشنر وايرز ان كلنا بنقول دي سموث واير ما فيهاش اي مشكله. يا عم سموث واير دلوقتي ده اي سليب ديبيفيس بيحطوا له كيرشنر وايرز مش عارف ليه. مع ان الموضوع حتى الكيرشنر واير ممكن تعمل دامج للفايسز. وبالتالي فان هو دامج اوف ذا فايسز ماست بي افويدد ديورنج انترنال فيكسيشن. كروس بليت ماست بي ترافيرسد باي كيرشنر واير اند نوت باي ليج سكروز ولا ثريتد واير. يبقى الوايرز لازم تبقى سموث واير. يعني هتضطر تستخدم واير تستخدم سموث واير. دي نمره واحد. كيرشنر واير هتحطها بلو سبيد. بلو سبيد يعني ايه؟ يعني الدريل اللي هو السريع جدا ده ومالتيبل انجري ده بيعمل انجري وبيعمل ثيرمال انجري والثيرمال انجري نفسها ممكن تعمل جروس ارست بعد كده. وين بليسنج اوايرز كروس ذا فايسز لو انت هتعدي الفايسز ريبيت دريلنج وسيفرال وايرز فروم ا سنجل بوينت. يعني ستارتنج اوايرز وسيفرال بوينتس بتشوف كتير واحد حاطط ثلاثه وايرز كلهم من نفس الانجري. فطبعا ده هيعمل انجري في الحته اللي هو داخل فيها. فتراي تو افويد او ماست افويد repeated drilling starting several wires from a single point of injury and generally to remove the wires after 3 to 4 weeks. ايه رايكم في دي؟ انا عايز راي حد. ده كان عنده ايه في الاشعه دي؟ كان في ايه هنا؟ ده سوبرا كونتاينر فراكشر ميتافيزيال فراكشر اتعمل له فيكسيشن بالطريقه دي بالبليت اند سكروز دول. مين موافق؟ وما في يرفع ايده. طيب هو تشايلد تقريبا. طب مين مش موافق؟ طب والباقيين ايه؟ طب اللي مش موافق مش موافق ليه؟ يعني انت مش موافق عشان هو حط بليت وكروسنج للفايس. طب ما هو حط سكرو تحت وسكرو فوق. لو افترضنا ان ده مش داخل في الفايس هو مسدد فوق وتحت ما دخلش الفايس هشيله بعد 3 شهور صح ولا غلط؟ يعني انا عملت كده مشيت بعد 3 شهور صح؟ لا ليه؟ طيب كويس جدا. في كومبريشن ده انت بس حاطط ليه؟ ده انت حاطط دي سي بي يعني دايناميك كومبريشن بليت. حاطط دايناميك كومبريشن بليت وعامل كومبريشن للفايس بعمل كراشنج للفايس. دي مره واحده. ايه كمان؟ يعني حتى احنا بنعمل الانجليزي دي سي بي
بنعملها كيت بليت بتبقى مش كومبريشن بليت ما بنعملش فراشن مع الخاص يا دوبك فيكسيشن عشان وبيحصل دايفرجنس للسكوب بعد كده عشان لما تشيلها يرجع الخاص يبروك تاني. طيب تخيلوا ده مثلا لو حصل انفكشن هيحصل ايه؟ هتبقى ديزاستر لو حصل انفكشن هتبقى ديزاستر. فطبعا نيفر انك تعمل كده. ده سيمبل فراكشن عايز تحط له انترنال فيكسيشن تحط له كاشنر وار تيك وار تحط له اكسترنال فيكسيتور يا اما كاست سيمبل لكن ما تعملش حاجه زي كده لان هي في النهايه ده اسمه ياتروجينيك فايزيال. يبقى ده ايه؟ ده ياتروجينيك كويس قوي دكتور محمد قرش وصل الحمد لله. ده ياتروجينيك فايزيال انجي يبقى انا ممكن انا اللي عامله هو في الاخر انتهت بكده يعني دلوقتي البليت اتشالت بس فين الفايسز في اللاترال سايد؟ مفيش الفايسز قفل ده ابول يبقى مفيش غير الفايسز هنا يبقى ده الفايسز هنا قفل يبقى ده ممكن يبقى ياتروجينيك. ايه رايكم في دي؟ ده عنده ايه؟ ناحيه دي نورمال ناحيه دي فيها كان هنا باين ان كان في فراكشر ويونايتد صح؟ يبقى فراكشر فيمر ويونايتد. طب ومعاه ايه الديفورميتي؟ معاه فالجاس ديفورميتي. ايه سبب الفالجاس ديفورميتي؟ طيب هل هو جاي من هنا ولا جاي من تحت؟ لو جينا من تحت هنا هنلاقي فيه هنا مشكله الفايسز مش مكمل الحته دي فيها فايزيال بار. هنتكلم عن فايزيال بار دكتور محمد هنتكلم بالتفصيل. طب ايه ده حصل ايه؟ ممكن حاجتين ممكن الانجري نفسه اللي كان معاه فراكشر فيمر عمل انجري الفايسز هنا من التروم. طب ايه الاحتمال الثاني؟ ده الاحتمال الثاني. لا ده الاحتمال الثاني ان ده محطوط له بايلاترال نانسي نيل من تحت واللي دخل بالنيل في الغالب هو اللي عمل انجري للفايسس وهو دخل من هنا. شايفين النيل ده انت بتخش بالاول بتعمل بتاعه وتحطه ففيري سيمبل ممكن تكون ده من الجراح نفسه انت عملت فايزيال انجري ديستال فادى الى فالجاس ديفورميتي بعد كده. يبقى ده اكزامبل تاني. ده اكزامبل ايه؟ فين اللاترال هيومرا كوندايل؟ مش موجود تقريبا اللاترال هيومرا كوندايل ده سكن الايه؟ ده انفكشن. يبقى برضه عشان دي بس اكزامبل نعرف ان الفايزيال انجري او الجروس ارست ممكن يحصل سكن الانفكشن سيبتك ارثرايتس ودني ادى الى انجري اوف ذا لاترال سايد. انذر كيس في سليبنج هنا وهنا البدايه في تشينجز في الايه؟ في البون اندز دي ايه؟ دي رينال دي ميتابوليك يعني دي في الغالب دي رينال ريكتس او رينال اوستيوليستي ميتابوليك دي another cause of physical injury مش تروما بس دي another case برضو فيها gross arrest of the lateral femur of the lateral distal end of the physis ودي secondary to infection. حالة تانية distal tibial physis راح فين completely destroyed في virus deformity في instability of the ankle في overgrowth of the lateral end of the fibula دي secondary to osteomyelitis the osteomyelitis of the tibia وال osteomyelitis دي عملت resorption عملت injury للdistal tibial fossa. دي حالة طبعا برضو تعمل shortening of the femur والshortening هنا شايفين الفايسز هنا destroyed شايفين السكلوروزس في الفيمر ده طفل الفرق بين الshortening الاثنين لما حسبناه 7 سنتي كان الطفل عنده 3 سنين يعني ده against كل الرولز اللي احنا نعرفها صح يا دكتور محمود؟ يعني لو ازاي 7 سنتي في 3 سنين حصلت ان يحصل شورت من 7 سم في الناحيه دي ده ما حصل وسكندري لي انجري للفايس والانجري هنا حقيقه حصل منين حصل ده سكندري لميتافيسز لاوستيومايلايتس اوف ذا فيما عارفين الاوستيومايلايتس جه منين الاوستيومايلايتس جه من ابره التطعيم اللي بياخدها في الفك بنشوف ابره التطعيم تاتشينج البريوستيال عمل انفكشن اوستيومايلايتس خد كل الفيمر بالديستال فيمر وعمل طبعا جروس ارست الديستال فيمر وشوف نوصل بقى ايه الفايزيال ارست. فايزيال ارست هو عباره عن بريماتيور. هو ليه بنقول بريماتيور ارست؟ لان الفايزيال ارست لو مش بريماتيور هيبقى ايه؟ هيبقى نورمال ما هو في ميعاده بيحصل ارست مش الفايسس ده بيحصل له ارست في ميعاده لكن ليه وقت محدد لو حصل بري بقى بريماتيور ده الابنورمال كويس؟ طيب هو الفايسس لما يحصل له اوسيفيكيشن بيتحول لايه؟ لبون صح؟ الكارتش ده بيتحول لبون وهو ده اللي بيحصل في الفايزيال ارست سكندري الانجن الجزء الارست من الكارتش بيتحول لايه؟
لبون بيبقى بوني بار، اوقات بيبقى فايبرس بار طبعا، لكن بيبقى فيه بوني بار. يبقى هو بريماتيور. نرجع تاني معلش. يبقى هو بريماتيور ارست اوف ذا جروس او بارت اوف ذا جروس اوف ذا بليت. طيب لما يحصل ارست للجزء من البليت هيديك ايه؟ هيديك ديفونت. لو يحصل كومبليت ارست هيديك شورتنج لمبلينس ديسكريبنسي. خلاص يبقى مشكله الفايزيال ارست هي البوني بار اللي هي بيحصل بريدجنج بين الابيبس وبين الفايسز، عمل ارست للجزء. طيب الانتاير فايسز لو كله ارستد هيديني لمبلينس ديسكريبنسي، لو جزء منه بارت هيديني ايه؟ هيديني انجوليشن زي ما احنا قلنا. طيب نتكلم بقى على المانجمنت. البارشال ارست نمره واحد واهم من المانجمنت، هاو تو بريفنت ذا ارست فورميشن. تقدر تو بريفنت زي ما قلنا تقدر تو بريفنت الجزء الكبير قوي ممكن يحصل مع ريدكشن او مع الانترنال فيكسيشن، يبقى انا اتبع الجايد لاينز اتبع الرولز، يبقى انا همنع جزء كبير جدا من الفايزيال ارست. بارشال فايزيال ارست بار ريسبشن، وطبعا دي محاضره الدكتور محمد القرش بس وصل هيدينا ان ديتيلز ان بار ريسبشن وان نيو تكنيكس في الارست الفايزيال ارست. طيب نتكلم بقى على الجزء الثاني، الفايزيال ارست حصل خلاص، هاو تو تريت هاو تو مانج. قلنا بار ريسبشن دي واحده نتكلم عليها، الدكتور محمد القرش هيتكلم عليها. طيب حصل ديفورميتي حصل ديمبلنس ديسكريبنسي، يبقى هاو تو تريت. عندي كذا طريقة، يا إما فايزيال ديستراكشن يا إما ريبيتد أوستيوتومي، والأوستيوتومي هي كوركت ديفورميتي، يا إما أركب عليها إكسيرمال فيكسيتور أو نيل وأعمل لينسنج، يا إما أعمل إبيفيزيوليس. خلاص هناخد حتة حتة. الكومبليت أريست عمل لينبلنس ديسكريبنس، طبعا الدكتور محمود اتكلم إن ديتيلز عن لينبلنس ديسكريبنس، إحنا مش هنتكلم عليه. يبقى أنا اختصار الدروس أريست اللي هنتكلم عليه حاجتين، ديفورميتي أو تو كوركت والبارس. الديفورميتي برضه المفروض كان الدكتور هاني هيتكلم في جنرال ديفورميتي، لكن انا هتكلم على بوينتس مش هتكلم على بيزكس ديفورميتي كوريكشن. هاو تو انترفيو في الديفورميتي؟ انا عايز كذا سؤال عايز اجاوب عليه، انا عايز اكوريكت الديفورميتي، هل هعمل اكيوت ولا جراديوال ديفورميتي؟ يبقى لما واحد القرار بتاعي اكيوت ولا جراديوال؟ خلاص؟ اكيوت كوريكشن ولا جراديوال كوريكشن؟ لو اكيوت كوريكشن هاو تو فيكس؟ هعمل انترنال فيكسيشن ولا اكسترنال فيكسيشن ولا قصر؟ طب لو جراديوال ايه طرق الجراديوال؟ الجراديوال ممكن اعمل اوستيوتومي او اعمل جايدد بروس اللي هي الفيزيوديس، لو كنت اعمل كوركشن يا جايدد بروس يا اوستيوتومي اند ديستراكشن، ده الجراديوال. واخر حاجه وحته مهمه جدا ان انت بتتكلم في جروينج بون ذا جروينج تشايلد، عملت كوركشن النهارده كمان سنه هيحصل ايه؟ هيحصل ريكفري. يبقى انت لازم انت بلانرز التريتمنت بتاعك بتفكر في الريكارد او تريت الريكارد، مفيش اسهل ان انت كل سنه تدخله تعمل له اوستيوتومي وكوركشن، لكن هيعمل كام سيرجري. كويس؟ يبقى احنا برضو ده التفكير بتاعنا. يبقى تو تريت الريكارنس في الاخر. اكيوت كوركشن، اكيوت كوركشن كلنا بنعمله فيري سمبل فيري ايزي تو كوركت الديفورميتي كلها انترا اوبرتيف، يطلع الطفل من اوضه العمليات رجليه معزوله كله تمام، لكن مشكلته ايه؟ مشكلته ان لو عندك الديفورميتي زايده 40 50 درجه هتبقى في ريسك طبعا على ايه؟ نيرف انجري فاسكولار انجري كومبارتمنتال سندروم، دي نمره واحد. المشكله الثانيه انترا اوبرتيف، احنا سهل قوي بري اوبرتيف بلاننج بنحط الاشعه ونقعد نرسم عليها ونرسم الزاويه وتقول لي الديفورميتي دي 30 درجه، طب قول جوه اوضه العمليه صلحت 30 درجه. برضو مش سهله، احنا كلنا بنقعد نرسم وبعدين بنعتمد على حاجات اوضه العمليات مش ساينتفك قوي، تعتمد على الكيبل بتاع الديافيرمي في الالاينمنت، تعتمد على حاجات ثانيه. فبرضه الاكيوت كوركشن ديفيكالت ومحتاج اكسبيرينس انترا اوبرتيف. طب بوست اوبرتيف؟ بوست اوبرتيف لو طلع العيان الديفورميتي مش كوركتد كلها او اوفر كوركتد ما عندكش حل. الحل الوحيد انك تاخد اوضه العمليات ثاني تعمل له ريدو. ده مشكله الاكيوت، لكن الجراديوال كوركشن حلت لي المشاكل دي، الجراديوال كوركشن ما عنديش مشكله. لو انا عندي سيفير ديفورمتي مش خايف من الاسترتش على النير من الفاسكولار انجري. تاني حاجه سهل جدا، انا بحط انترا اوبرتيف بعمل اوستيوتومي الكوركشن كله بتاعي اصلحه جزء منه انترا اوبرتيف والباقي بوست اوبرتيف، يبقى الفاين تيونينج بوست اوبرتيف سهل، يبقى مفيش مشكله. طب دي حته بتاع البري اوبرتيف بلاننج،
نقولها دكتور محمود في وقت يعني. بس هو كان يعني هنقول بسرعه البري اوبراتيف بلاننج ان انت عشان في اهم حاجه حد حاجتين صح. نمره واحد هي الكوره، يبقى انت عندك ديفورميتي عايز تعمل له كوركشن بوستيوتوري، هتحدد الكوره ايه هي الكوره السنتر اوف روتيشن اند انجليشن الكوركشن. نمره واحد ده ايه اللي انا رسمته؟ اول حاجه الاكس راي دي لونج ستاندنج اكس راي، برسم الميكانيكال اكسس فروم ذا سنتر اوف ذا هيب تو ذا سنتر اوف ذا انكل ماشي، واكوردنج للميكانيكال اكسس بقدر اعرف هل هو ديفييتد ميديال يبقى ده في فارس، ديفييتد لاترال يبقى في فالفس. نمره 2 ارسم الميكانيكال اكسس بتاع الفيمر من سنتر اوف ذا هيب للسنتر اوف ذا ني، مش هخش في ديتيلز ايه اللي انا رسمه ده، الجوينت اورينتيشن لاين او ديستال فيمورال جوينت اورينتيشن لاين، وبعدين ارسم الميكانيكال اكسس بتاع التيبيا والبروكسيمال تيبيا جوينت اورينتيشن لاين، طبعا برسم الديستال واكوردنج الاثنين دول. هنا مثلا لو لقيت الانجل دي اقل من 78 برضه بتكلم على الكلاسيك، يبقى في مشكله عندك فين في التيبيا. يبقى لو لقيت الانجلز نورمال في الفيمر يبقى المشكله، واب نورمال في التيبيا المشكله في التيبيا. يبقى الخطوه الثانيه ان انا احدد الكوره بتاعه التيبيا، ده الميكانيكال اكسس بتاع البروكسيمال تيبيا، ده الميكانيكال اكسس بتاع الديستال تيبيا، والمكان الانترسكشن بينهم هو ده الكوره. الكوره اربع حاجات، هي سايت مكان انترسكشن، ماجنيتيود اللي هي الانجل قد ايه، الايبكس بتاعتها يعني الايبكس اللي هي الكونفكس لاترال ولا ميديا، فارس ولا فالدس، انتيرور ولا بوستيرور، واخر حاجه البلين اوف ذا ديفورميتي ماشي. الفيمر برده ان شورت، الفيمر ان شورت. طيب مشكله الفيمر حاجه واحده، ان الميكانيكال اكسس مش الاناتوميكال اكسس صح، ان التيبيا هو ذا سيم، فبضطر اعمل حاجه عشان اسهل الموضوع اللي انا رسمه ده ايه. نرجع تاني، ده الميكانيكال اكسس اوف ذا ايه اوف ذا فيمر. طيب وده الديستال فيمورال انجل اللاين والميكانيكال اكسس، هنتكلم على دي. طيب عشان ارسم الميكانيكال اكسس اوف ذا فيمر بعمل حاجتين، برسم ده الاناتوميكال اكسس، وبعدين بعمل انذر لاين بارلل لي من الايه من السنتر، وبعدين اخد لاين بانجل كام، بانجل 7 درجات فالجس لللاين ده، يبقى هو ده الميكانيكال اكسس بتاع البروكسيمال فيمر. الكلام ده طبعا مش هنتكلم فيه ديتيلز، بس انا بحاول ابقى فيري كونسايز عشان احدد الكوره بتاع الفيمر. يبقى انا حددت الكوره بتاع الفيمر هنا في الديستال فيمر. طيب يبقى البري اوبراتيف بلاننج كله ان انا احدد الكوره، خلاص هنتكلم بعد كده ايه اهميه الكوره وعامل بيها ايه. الانفيزيوديسيس ان شورت برضه مش هتكلم عن الانفيزيوديسيس. الانفيزيوديسيس في البروس اريست اهميتها في حاجتين، بتعمل الانفيزيوديسيس دي ايه؟ بتعمل الانفيزيوديسيس للكونترا لاترال سايد عشان تصلح اللين ديس ديسكريبنسي الدكتور محمود اتكلم عنها، ودي طبعا ليها حسابات بالطريقه اللي هو المالتي بلاير عشان انت تعمل الانفيزيوديسيس. دي نمرة واحد. طيب الناحية لو في عندك انجيوشن يبقى في ناحية فيها جروس اريست وناحية جرون، هتعمل الفيزيوديسيس للناحية الجرون، لكن دي هتفيدك بإيه؟ هتطلع لك فرونتي؟ هتطلع فرونتي؟ مش هتطلع فرونتي لأن اوريدي الفايسز تاني أخد في فايزيال بار، إلا بقى لو أنت قاري وهتعمل اكسجن للفايزيال بار يبقى ممكن ساعتها يرجع يشتغل تاني. لكن مينلي بنستخدم الفيزيوديسيس في الديفورميتي تو بريفنت to prevent ايه؟ recurrence. يبقى انا بعمله بس to prevent recurrence. الفيزيوديسيس في منها طرق، في طرق اللي هي permanent بفيزيوديسيس اللي كانت موصوفه 1933 اللي هو الفيمستر بفيزيوديسيس دي طبعا كوندمد، او طريقه البيركيوتينيوس. البيركيوتينيوس دي برضه عشان ما نضيعش وقت، يا اما انت تخش بالدرين هول، تخش بالدرين هول في الفايسيس تعمل له destruction خلاص خلص، او تعمل كيروتاج. دي طريقه permanent ده مش هيرجع يشتغل تاني. او طريقه ثانيه اللي هي الاستيبلنج، دي اللي هي تمبرري فيزيوس اللي انا بقدر استخدم الايت بليت، والايت بليت بعمل فيكسيشن للفايسز من الجزء ده لغايه ما يحصل جروس للناحيه الثانيه يقوم يعوض الديفورميتي او يكوركت الديفورميتي، وبعد ما تبقى كوركتد اشيل الايه، اشيل البليت ماشي. برضو مفيش وقت نخش في الديتيل. نيجي بقى على الجراديوال كوركشن باي الظرف او باي ذا اكسترنال فيكسيشن. يبقى عندي الجراديوال كوركشن يعني ايه؟ يعني عندي انفورمتي، عندي لونج لينس ديسكريبنسي، هعمل جراديوال كوركشن. ممكن اعمل كوركشن من حاجتين، من مكان اوستيوتومي انا عامله، او ممكن استغل الايه؟
الفايس، استغلال الفايسز اللي هو لو جروينج فايسز انا ممكن اعمل حاجه اسمها فيزيو ايبيفيزيو فايزيال ديستراكشن. في كذا طريقه للفايزيال ديستراكشن، لكن باختصار في طريقه كانديكا تاني اللي وصفها وحطيتها، ان هو بيحط بعمل فيكسيشن في الايبيفيسز، حط رينج واعمل فيكسيشن ديستال خلاص، وبعدين بعمل حاجه اسمها فيزيو كليز، يعني هو نفسه انترا اوبراتيف بعمل سيبريشن مانوال للفايز، يبقى انا بعمله بايدي سيبريشن. اللي ظرف كان بيعمل حاجه اسمها بفيزيولايز، اللي هي ازاي يركب الفريم ويعمل سادن ديستراكشن انترا اوبراتيف، فيحصل هيماتوما، والهيماتوما دي تكون بعد كده بول. بس يعني بعديه ده عمل حاجه اسمها كنترولايز، كنترولايز بقى يعمل جراديوال ديستراكشن، ما بيعملش انترا اوبراتيف، يركب الفريم وبعدين يعمل جراديوال ديستراكشن يحصل وتبر. هي طرق كلها مختلفة، لكن طبعا برضو الفايزيال ديستراكشن فيه كلام عليه، كلام عليه ان هو ايه، انت عايز تصلح جروس ارسك، هو نفسه من ضمن الكمبليكيشن بتاعته ممكن يعمل لك جروس ارسك، فطبعا استخدامه دلوقتي قليل جدا. الجرادوال كوريكشن بقى هقول برضو البرنسبل عشان اعمل جرادوال كوريكشن بإزارة في سلو استيوتومي. عندي نمرة واحد لازم اعمل ايه، ستيبل فريم، يبقى ستيبل الإزارة فريم. نمرة اثنين اوستيوتومي، والاوستيوتومي في منها تايبس كلوز او اوبن ويدج او دوم اوستيوتومي. الحاجه الثالثه وير تو بوت ذا هنج، والهنج بليسمنت عندي رول 1 ورول 2. يعني الفكره كلها ايه، هعمل اوستيوتومي احط اعمل الزار فريم وهحط هنج عشان اصلح بيه ديفورم. الاوستيوتومي الهنج لازم يتحط فين، عندي الاورتس ديفورم بتاع، ما يتحطش بعيد، لازم يتحط على الاورتس ديفورم اللي هي الكوره كده. طب الاستيوتم لو تقدر تعمله عند مكان الكوره بالظبط تعمله، لكن في الفايزيال انجري او عندك مشكله في الفايز، هل هتقدر تعمله عند الفايز؟ مش هتقدر، يبقى هتضطر تعمله يا بروكسيمال يا ديستال. لكن انت حاطط الهنج عند مكان الديفورميتي، لو عملت الاستيوتم بروكسيمال او ديستال مفيش مشكله، هيحصل لك كوريكشن ومعاه ديسبليسمنت عشان يصلح الميكانيكا الاحسن، اللي هو بنسميه استيوتم رول 2. ناخد اكزامبل، ده اكزامبل هنا عندي الكره هنا فين؟ في الجوينت جاكست ارتكيولر، حطيت الهنج جاكست ارتكيولر، لكن انا حاطط الازار فريم، هعمل الاستيوتومي فين؟ ما اقدرش اعمله غير هنا، او يعني لو بروكسيمال شويه. ففي الحاله دي لما اجي اعمل كوركشن هلاقي في سايد تو سايد ديسبليسمنت، شايفين ديسبليسمنت قد ايه؟ ده صح، لان ده بيصلح لي الميكانيكا الاكس. بعد كده ده اسمه استيوتومي رول. برضه اجين دي حاله معاها ديفورميتي ومعاها شورت. هنا في الحاله دي انا ركبت فريم وحطيت الهنجز عند مكان برضو الكوره، عملت اوستيوتومي وعملت معاه لينس، يبقى في ده اوستيوتومي رول 2 رول 2، والهنج هنا ديستراكشن هنج عشان يعمل لي لينس. التولز اللي معايا دي كان كومباين، كان كومباين فيري ايزي كان كومباين، يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل الزارف مع ايت بليت، نعمله كتير، ده هو الجروس اريست افضل حاجه ليه، الزارف مع ايت بليت نظارف تو كوريكت ديفورميتي اند لينسنج وايت بليت تو بريفنت ذا ريكارد. هيجي لك بعد ايه؟ هيفضل يحصل له لمب لينس انيكواليتي بعد خمس سنين تعمل له لينسنج بس. لكن لو ما حطيتش ايت بليت هيجي لك كل سنه بديفورميتي. يبقى انت حليت المشكلتين، خليته في مشكله واحده. حليت دلوقتي وخليت مشكلته لمب لينس بعد كده مع الجروس. اي كان كومباين كمان اكيوت كوريكشن وذ ايت بليت، نفس الفكره. اخر حاجه ده اكزامبل لحاله اللي احنا عرضناها قبل كده، مشكلتها ايه الحاله دي كمان؟ انا عندي حاجتين، عندي شورتنينج، عندي ديفورميتي، عندي كمان انستابيليتي اوف ذا جوينت. يبقى في الحاله دي اقدر اصلح كله بايه؟ بالانزارف، اقدر اعمل كوريكشن اوف ذا ديفورميتي، اقدر اعمل لينسنينج، واقدر اعمل كمان معاها ايه؟ فيوجن، انا اقدر اعمل استابيليتي اوف ذا جوينت، واقدر اعمل انكل فيوجن. انكل فيوجن في التشايلد، في التشيلدرن مشكله؟ كلنا بنخاف ما يحبش يعمل انكل فيوجن تشيلد، لكن هي مشكلته ايه لو انت عملت؟ ليه ما بنقدرش نعمل انكل فيوجن تشيلد؟ انت بتبقى قلقان من الفايسز وعشان الجروس، طب اذا كان الفايسز اوريدي ديستروي ومفيش اقول انكل ار ستيبل، مفيش مشكله في الفيوجن. يعني الحاله دي بعد الفيوجن بقت ستيبل وبقت كوركتد، وادي الفيوجن اهو. كل مشكلتها بعد كده مع الجروس الامبلانس انيكواليتي، ده هو اوريدي كان هيحصل، هيحصل بس دلوقتي مش هيحصل ديفورميتي، في نفس الوقت هتبقى ستيبل. ثانك يو فيري ماتش.